مشاهدينا، وللحديث أكثر عن واقع حقوق الإنسان في العراق في ظل التشريعات والدستور الحالي، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مساء الخير دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام، أهلا بك دكتورة. يعني مع إحياء العالم اليوم العالمي للقانون، هل أو كيف ساهمت القوانين في العراق في حفظ كرامة الإنسان وحرية التعبير؟ وربما السؤال أيضا سابقا وحاليا. نعم، يعني نحصر الوضع في الوقت الحاضر والذي هو كما يعرف الجميع هو حالة فوضى كبيرة يعاني منها العراق نظرا لغياب القانون، القانون الذي يحفظ الكرامة، القانون الذي يضمن حقوق الناس، القانون الذي يضمن أن يحصل كل ذي حق على حقه، قانون الذي يساهم في حفظ الأمن، في حفظ أرواح الناس، في حفظ حرياتهم، في حفظ أموالهم، في حفظ ممتلكاتهم. الكثير من الحقوق التي يتم حفظها عن طريق تشريع القوانين، وبالتالي فإن نظرا لغياب جميع هذه القوانين فإننا نرى كما يعرف الجميع وليس أصبح بخافي على أحد هذه الفوضى التي يعيشها العراق، الفوضى في السلاح، الفوضى في القتل، الفوضى في الاعتقالات، الفوضى في تكميم الأفواه، وجميع هذه الحقوق التي انتهكت بسبب غياب القوانين والتشريعات في العراق التي هي الضامن الوحيد لجميع الحقوق في أي بلد يحترم نفسه ويريد ما يعني مصلحة أبناء وطنه. نعم. طيب، هنا أيضا مع حديث السلطات عن دور الدستور في حفظ الحريات وحقوق الإنسان كذلك، ما الذي يمنع من تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع؟ يعني مع الأسف الشديد، يعني هو الدستور كان هو أول منتهك في للحقوق في العراق، وذلك عن طريق إشاعة الطائفية والمذهبية والعرقية التي أدت إلى مزيد من تفكيك في المجتمع العراقي. الحقيقة هو المفروض أن يكون هو الدستور، يعني هو كما هو معروف هو العقد الذي ينظم حياة أفراد والعلاقة بين المجتمع وبين أفراده وبين الدولة والمجتمع. ولذلك فإذا كان هذا الدستور أصلا لا يمتلك هذه القوة وهذا التأثير والقوانين التي يتم استنباطها من هذا الدستور من أجل أن تنظم حياة الأفراد وعلاقتهم بالدولة وواجبات هذه الدولة، إذن فبالتأكيد سوف يكون حتى هذا الدستور الحالي في العراق منبع للمزيد من الفوضى ومزيد من استغلال القوانين باتجاه مصالح أفراد وجماعات كما هي معروفة الآن في العراق هي الأحزاب المتسلطة على العراق وميليشياتها، وهضم لحقوق الكثير من أبناء الشعب العراقي. نعم. هناك جدل مستمر حول قانون العفو العام، يعني يطرح قبل الانتخابات ثم يتعرض إلى مساومات سياسية، لماذا يفرق قانون مثل قانون العفو العام من مضمونه مع حاجة البلاد إليه في هذه الفترة، خصوصا أنه يعني هناك استهداف وتشديد للاستثناءات من العفو العام، هناك محاكمات أو عدم أو غلق باب إطلاق سراح من هم ينتمون فقط ولم يرتكبوا أي فعل إجرامي. يعني أصبح القانون العفو العام يعني مطية تركبها الأحزاب، تركبها هذه الميليشيات من أجل أن تسوق لنفسها مع قرب كل انتخابات. أما لحد الآن فالقانون من فترة وأخرى يحدث تعديل عليه، وكأنما هو يعني تم تطبيقه وظهرت هناك ثغرات فيه، يعني أصبح يعني مجرد سراب لا يمكن الوصول له. هذا القانون يعني المفروض أن يطبق منذ فترة طويلة لو كانت لهذه الأحزاب، لو كانت لهذه الحكومة النية في تطبيقه، ولكن مع الأسف الشديد هو فقط طريقة من أجل ابتزاز للشعب العراقي والتسويف والمماطلة، كل هذه لا تصب إلا في مصلحة هؤلاء المستفيدين من عدم تنفيذ هذا القانون. يعني تعديلات أخيرة مست يعني حتى جيوب الأبرياء الذي مفروض أن يتم إطلاقهم سراحهم، يتم مساومتهم على حرياتهم حتى بدفع الأموال. إذن
هذه الحكومة وهذه الميليشيات وهذه الأحزاب ليست لديها أي نية لتطبيق هذا القانون، هي فقط تماطل وتحاول أن يعني تطيل الوقت قدر الإمكان، لأنها هي مستفيدة من أن لا يتم تطبيق هذا القانون. فكيف يمكن لنا أن يعني نتأمل أن يتم تطبيق هذا القانون؟ هناك الحقيقة الكثير من عمليات المساومات، عمليات بينها يعني بيع وشراء نقولها بصراحة بين هذه الأحزاب من أجل أن يتم تشريع يعني تطبيق عفوا هذا القانون. نعم. يعني في ظل أيضا الحديث عن مطالبات ناشطين في البصرة بالكشف عن مصير الناشط عمار سرحان، يعني كيف تتعامل السلطات مع هذه المطالبات، خصوصا أن عمار ليس الأول ولن يكون الأخير في عملية الاختطاف والتغييب؟ نعم، كما تفضلت، يعني الكثير من الناشطين، الكثير من الأبرياء الذين تم حتى وهم ليسوا حتى ناشطين، الكثير من النازحين الذين فروا من ديارهم وتم اختطافهم وتغييبهم ولا نعرف مصيرهم لحد الآن، والناشطين وأي شخص يتكلم بالحق ويدافع عن حقوق الناس ويبين مفاسد هذه الحكومة يتم اختطافه ويتم تغييبه، وجميع يعني الجرائم يتم ارتكابها بحق كل من يتكلم ضد هذه الحكومة أو يتصرف ضدها، حتى ولو بنشر مقطع يعني يفضح هذا الفساد. يعني هذا الناشط أو غيره إذا تم إطلاق سراحهم فهم سوف يعني يظهرون للعالم ما قام باختطافهم، فكيف يتم يعني كيف نظن أنهم أن هذه الحكومة سوف تقوم بإطلاق أو السعي لأجل إطلاق سراح هؤلاء الناشطين. هؤلاء الناشطين تم اختطافهم على يد مجاميع تنتمي للحكومة، على يد مجاميع تساند هذه الحكومة، سواء من قوات أمنية سواء من ميليشيات، وهؤلاء طبعا لا يريدون لهذه الضحية أن يتم إطلاق سراحها من أجل أن لا تعترف ولا تفشي ما حدث لها وما حدث للذين سبقوهم. الحقيقة هذه جزء من عملية الإفلات من العقاب التي تحدث في العراق، لأنه الجميع يعرف من هم الذين يقومون بهذه العمليات، وبالتالي فإن لو كان هناك حقيقة قانون في العراق لكان تم تطبيقه من أجل الحد من هذه العمليات من اختطاف الأبرياء وتغييبهم. بالحديث بالتحديد عن نقطة القانون، وفي اليوم العالمي للقانون هناك كفتين أبرياء يصمون بالإرهاب يقبعون داخل السجون ولا يسمح لهم بالخروج لا بقانون عفو عام ولا غيره، وعلى الجهة الثانية مجرمون أحرار ينتمون إلى ميليشيات مصنفة العديد منها بأنها يعني إرهابية. إلى أي مدى تتحمل السلطات الحكومية والقضائية مسؤولية تكريس الإفلات من العقاب في العراق؟ نعم، بالتأكيد هم المسؤولون الأولون عن هذه الجريمة بحق الأبرياء، بحق كل من يعبر عن رأيه. أين هي الديمقراطية؟ أين هي الحرية التي جاءوا بها احتلت أمريكا بها العراق وجاءت بهذه الأحزاب؟ ألم تكن هي أحد هذه الأسباب، هو ادعاء أن هناك ديكتاتورية وأنهم جاءوا بالديمقراطية والحرية؟ إذن الذي يحدث هو العكس، كل من يتكلم ما دام يتكلم ضد مصلحة هذه الحكومة وضد مصلحة أحزابها وميليشياتها فهو يستحق كل ما يحدث له من جرائم، طبعا من وجهة نظرهم وليست من وجهة القانون وليست من وجهة المدافعين عن القانون، ولكن هذه هي نظرة هؤلاء، لذلك هم يرتكبون جميع هذه الفظائع وجميع هذه الجرائم دون أن يكون هناك قانون يردعهم، بل على العكس تقوم الدولة بحمايتهم، تقوم بتشريع القوانين باستخدام كافة الأساليب والاحتيال من أجل أن يفلتوا من العقاب، لأنهم في الحقيقة هؤلاء هم أدوات بيد أيضا تنفع هذه الحكومة وتساهم في أن يبقى هؤلاء على كراسيهم ومناصبهم، وبالتالي يستفيدون كما هو معروف استفادات شخصية من خلال الاستفراد بثروات العراق وأموال العراق. نعم. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.